الدكتور جمال رد بالدلائل والبراهين القاطعة. الحقيقة أنا ما سكتش، أنا يمكن قبل، عشان هو البرنامج بيبقى فيه برامج دينية في رمضان مع حضرتك وكده، فأنا كتبت يمكن في الوطن. صحيح. والحقيقة ده مش جديد، هو في حملات ممنهجة، هم دول مش حزب أعداء النجاح، هو حزب أعداء مصر. وأنا معرفش ليه ناس من جوه مصر بتكره الخير، مش بس للبلد، بتكره الخير للناس، لأهل مصر. لما نعرف أنه أولا أن 2 مليون قاربنا على 2 مليون مصري تم علاجهم، في ناس عندهم تليف، لأن في بعض الناس بتخلط بين علاج فيروس سي والمتابعة بعد كده، وبيفتكر أن العلاج خلاص يشفي كمان المريض من التليف. لا، احنا بنقول له تابع، ودي نقطة هنبقى نتكلم فيها. لكن أنا تصورت، قعدت أحلل التحليل دون، مش بتكلم على أنه هو بيكره مصر بس، لا، دول بالبداية تجار الأعشاب اللي تم بصراحة هم فقدوا ملعب كبير ومرتع واسع وتجارة رائجة، لأن زي ما أنا حضرتك عارف أن على الأقل 7 مليون مصري أو 8 مليون مصري عندهم فيروس سي، فدول كانوا تجارة رائجة للأعشاب زباين وزباين حلوين قوي كويس قوي وبيدفعوا كويس قوي. فطبعا يقول طيب انا اقول لحضرتك على حاجه، والدكتور جمال من الناس كانت المشتركه في هذه المنظومه الرائعه، ومعاهم اصدقائنا اللي لازم يتعمل لهم تماثيل، الدكتور وحيد والدكتور جمال والدكتور ايمن والدكتور اشرف عمر، مجموعه الكبيره، والدكتور امام واكد والدكتوره منال حمدي السيد، أيمن أنا وايمن يسري انا قلت ومنال طبعا، ويحيى الشاذلي، بس عايز اضيف اسم، اهلا اتفضل، الوزير العظيم الدكتور عادل عدوي، والدكتور عادل عدوي، والدكتوره مها الرباط، وما ننساش كل وزراء الصحه، والدكتور حاتم الجبلي، والدكتور